فما عباد جيت اخو 100 غرام لحم جيت تقول لك اعطيني 100 غرام لحم وجيت تقول لي اعطيني 2000 فرنك لحم جيس باش نفوح بيه وكا على الريح تولي انت تحشم ما تنجم تقول حد شيء تولي تعطي نسيب الكتب وكا هو يجيك شي زوالي مثلا ويعطيك يقول لك اوزن لي بكذا مبلغ بسيط برشا شنو هو الاحراج تحسه احراج على الاخر انا نحشم انا كنقص نحشم اقل واحد قد قال لك اوزن 5000 وفما حتى ب 3000 وجاوني حتى ب 2000 اما كاكتور ما عادش تغسل الا 2000 وما عادش تغسل سم الحم ما عادش تغسل حتى شيء تطلب فيها امور انسانيه بالطبيعه شحب تعمل تقول تمد وكا حي الله لحي تحشم اصلا باش تقص انت سامحنا 2000 ما يجيبوش 100 غرام ب 4700 شحب تعطيه 100 غرام تولي تقص وكهو وضو على الله وربي يعاون بالطبيعة مالا شنو هو ما في الحالة ذيك تحبش تعرف على الدنيا راه اعمل اعمل تو تلقى من بعد فما شكون يشري 100 غرام 200 غرام فما بالطبيعة اجور نشوف فيه راح يفوح وكهو جي قول اعطيني حتى شوي عظم باش نفوح بيه شنية المشاكل لو كان اللي يتعرض لها الجزار لو كان تتنحى الجزار يتفرهد معناها شنية الحاجة اللي يلزم تتعمل باش انتوما كجزارين يعني أموركم تتحسن يرخصونا في العلف يرخصوا العلف فكا ونقصوا من التهريب متاع السلعة متاعنا أوكي نقصونا من التهريب ونقصوا السلعة متاعنا قد تهرب العلوشي تهرب بالطبيعة برشا برشا خذ تو ديجا الناس الكل تعرفوا وانتوما بيديكم تعرفوا وحكيتوا معها برشا وحكيتوا في نفس الموضوع برشا قاعدة تخرج معنا ديجا انتوما في بالكم والناس الكل في بال فهمتني ونقصونا من العلف علف غالي برشا راه انت تربي العلوش ولا تشري وتبيع معنا ثم جزارة يربيه انا نربي ونشري خاطر تو معاش النجم معاش النجم تو العلف معاش النجم منكذبش عليك انا كنت ناخذ في بلت تبن كانت كي تغلى داخل 6000 و7000 قبل تو كان ناخذ فيها ب 25 دينار بلت الجورت وصلت خذيتها ب 50 دينار تو كي طلع شوية خضار وكذا نقصت شوي بارابور الشهر التالي وشهر ونص التالي به باش نحكيو حاجة أخرى ثم جزارة يغشوا يذبح أنثى على أساس علوش كيفاش المواطن ينجم يعرف أنه لحم ذاك نعجة ماهوش علوش سهل برشا أول حاجة عندك الطابعة متاع الطبيب الجزار عنده كيتونس متاعه اللي هي هذية اللي يذبح في البطوار بالطبيعة يذبح في البطوار عندك طبعا تاع البطوار عندك نمر ويك عندك الدنيا كل كي يذبح علوش في البطوار ومن بعد يذبح نعجة في النوار ويحط على اساس طابع ذاك تبع عندك الطابع للحم هو مطبوع هاهو الطابع الاخضر هذاك سواف البقري هاهو ها سواف البقري سواف العلوش هاهو الطابع منه وطابع في الكتف اللي هو مطبوع عندك زاد البقري اللي هو طابع نتاع الطبيب هاوك يظلي مطبوع لك معناها حتى كي تفرك السلعه نتاعك تظلي مطبوع فهمتني باللي يحب تفرك باللي يحب ديما كل لحمه فيها طابع نتاعها يعني تنصح المواطن اذا كان الحم مش مطبوع من غير ما تشري من غير لا تشري الحم مطبوع خذ عينك مغمضه تجاه ظلي عندك كيتون صوت الحم يظلي انا مطبوع اخضر هذاك ظلي اللي هو معد عليه الطبيب وصالح للاكل جزار اليوم يكردي كما العطار ولا لا ولينا كردي ولينا كردي حاطب لك الكريدي له بدون الحياه انا كيفاش باش نقص شويه من الكريدي باش امن كردي يعني تصفي تصفي الناس اللي مخلصه بالطبيعه صارت لنا برشا مشاكل من الكريدي راه صارت لنا برشا مشاكل من الكريدي اما ما يزمك فما عباد معينه وكليونات تقضي من عندك بريسكا جور يزمك تكردي يجي نهار ولا يظل ناقص وكذا تقول له لا ما تنجمش توليت كردي وبطبيعة الحال اللي حبت كردية تخسروا دونك انا نحطه بلاك وانا شوية هكا شوية هكا وشوية هكا وشوية هكا وكا تعرضت القلبة برشا تعرضت القلبة برشا ومشاكل برشا و فما شكون كان يشري من عندك من بعد ولا كردي من بعد ما عادش تعدى جملة اي مبلغ قوي ولا صغير فما فما برشا اكثر مبلغ تقلبت فيه 370000 اشترى علوش وفي قبل انه فعلا اشترى علوش عنده مناسبه وكذا اشترى علوش جاني وقلت له الله يبارك المشيك وكذا معاوش ظهر ليومنا هذا شو ميساج توصله له حسب الله ونعم الوكيل خوي ما خليت ما قلت توا جاي رمضان الخدمه شنو تحسها قاعده تحسن شوي ولا لا بس اما بارابور للسنين اللي فاتوا ناقصه بالطبيعه راه ناقصه برشا السنين اللي فاتوا لا ناقصه برشا وبالطبيعه حاب تنقص مع الغليه ضايبه بطبيعه الحال حاب تنقص راه خسامحنا انت توك تحط حطايب طنجره
تكلف لك في 120-130 ألف طويق بالورقة وستيل ورونا حسبها بين طماطم بين زيت بين الحم بين كذا حتكلف لك زوالي يا ويلو يا ويلو يا حليلو ويا ويل للناس الكل زاد طويق ولا العاد خالطين للي يخدم فيه للي يأكل فيه هذا الجزائر محروم من العلوش محروم بالطبيعة نولد نقول اللي نبيعه خير معناه نبيعه خير من اللي ناكله وين يا خويا مرسي التونسي اليوم يتشكى برشا من أسوام اللحم وهرب للدجاج وحتى الدجاج ما عادش خالط عليه الجزار اليوم تاو برشا عباد قبل يقول لك الجزار لاباس عليه اليوم الجزار بالحق لاباس عليه يا حسرة على من كان لاباس عليه ويا حسرة من كانت الخدمة تاو كفزت الدنيا كل كي ما عادش الزارة وما عادش خدمة كما قبل راه تاو الدنيا كل تبدلت سوى ما كوتين نتاع السلعة اللي هي ناقصة ما فماش نتاع الفلاح اللي ما عادش لاقي ما يعلف بها سلعته كل كي نتاع حكاية العلف زادة ولا شيء شيء يشبه الخيال أصل فهمتني ولا شيء غالي برش ما عادش قادرين عليه كي تمشي انت للسوق طويق انا عندي حانوت وغيري عنده حانوت وغيره عنده حانوت الفلاح صارف حب يزيد في السوم ثروة حيوانية بطبيعتها هذيك ناقصة ايش حب نعمله انا حب نزيده وحب يزيد حب تكلف مع شوية شارج مع كريك مع ميك مع ضوك مع بطوارك مع طبيب البطوار مع كذا حيتكلف على شكون حب نثقله واحنا سامحني حنثقله على السلعة في راس شكون حب جاي في راس الوكيل لا انا خالط لا الوكيل خالط نسالك سؤال الجزار ياكل باللحم لا لا ما عادش نخلطه باش ناكلو كل جزار يجري بالدجاج مش دجاج اما شويه شوي تناوش اللي عرفتها يفضل ظنكم ولينا نطيبوا بيه وما احنا عندي زوج سؤالات حاب نسالهم السؤال الاول انا قبل نتذكر سنين التالي كنت عاد نلقى جزار يذبح بالسبعه بالثمانيه بالعشر على ليش اليوم مازال جزار تذبح هكا لا لا هنا عندي كعبة برك واليوم ذبحت ثلاثة كعبات موسم معناه رمضان جاي وكذا ذبحت ثلاثة كعبات برك هذه ماكسيموم تقدر عليه خاطر تو السما رمضان وقبل تو رمضان وقبل وذبحت ثلاثة كعبات ما عادش نجم ما عادش فما سلع ما عنديش منين نجيب انا السلع الكيلو ب 48 وب 47 دينار كعبة علوش كنا ناخذ فيها ب 300 و 350 تو كنا ناخذ فيها قربات المليون 700 و 800000 كي تاخذ كتراه انت بعينك برك تحقره فما عباد جيت اخو 100 غرام لحم جيت تقول لك اعطيني 100 غرام لحم وجيت تقول لي اعطيني 2000 فرنك لحم جيس باش نفوح بيه وكا على الريح تولي انت تحشم ما تنجم تقول حد شيء تولي تعطي نسيب الكتب وكا